السلام عليكم ورحمة الله. الكتاب التاني اللي هنعرضه النهاردة هو كتاب الأبرار في اللغة العربية سنة تانية ابتدائي الفصل الدراسي التاني، وبداخل الكتاب ملحق الأساليب والتراكيب، وده عبارة عن شوية ورق جوه الكتاب. تعالوا بقى نعرض بسرعة كتاب الأبرار عامل لنا ايه الترم التاني 2024. ده الفهرس بتاعنا اهو، والمحتوى بتاع الكتاب، وقد ايه في التقييمات بتاعت مراجعة الأساليب والتركيب كتير جدا، ونماذج اختبارات الأبرار على كل موضوع من الموضوعات، كمان ملحق النحو اللي خاص باختبارات ونماذج الأبرار ونماذج النحو. وتعالوا نشوف الكتاب من جوه. ده الكتاب من جوه هوت، وده أول درس معانا، وقد إيه الاستعراض بتاع الدرس حلو قوي، وكمان اسأل طفلك والأسئلة والإجابة بتاعة الدرس، التمارين كمان بتاعته كتير قوي. أدي كده حوالي 4 صفح في التمارين، وبعدين الدرس اللي بعده ومعاني الكلمات والمضاد والمفرد والجمع أهو يا جماعة، وطريقة عرض الكتاب حلوة جدا، كمان الأبرار متميز بالتمارين الكتير اهي. ده الدروس، هحاول اجري شوية عشان نشوف من ورا كمية التمارين، النحو كمان اللي متخلل كل الدروس اهو. طبعا الناس اللي بتهتم بمعاني المفردات والجمع والمفرد والمضاد، وكمان اختبارات الأبرار على الكتاب، وكمان أنا بقى لو رجعت لورا قوي كده هشوف الملحق بتاع النحو أهو. ده كده الملحق بتاع النحو أهوت، الجملة الإسمية والفعلية، والجزء الأخير ده بيجيب لي كل أهو الاختبارات على الكتاب. تابعوني هنزل لكم كل انواع الكتب قديم وجديد، وعندنا طبعا شحن لكل مكان وخصومات للكميات، وده بنك اسئله الابرار للصف الدراسي الثاني سنه ثانيه ابتدائي. الكتاب يا جماعه عامل 110 جنيه فقط، وشوفوا كميه التمارين اللي في الاخر. الكتاب عامل حوالي 220 صفحه.